وللحديث أكثر عن استمرار استهداف الناشطين في العراق من قبل القوات الأمنية والميليشيات، تنضم إلينا عبر الهاتف من كوبنهاغن الناشطة السياسية شمس بشير. أهلا بك معنا سيدة شمس. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء الأنوار سيدة شمس. يعني لا تتوقف عمليات استهداف الناشطين في العراق سواء بالاعتقال أو محاولات الاغتيال وصولا إلى الاغتيال الفعلي، لماذا بات تركيز عمليات الميليشيات والقوات الحكومية على استهداف الناشطين أكبر خلال الفترة الأخيرة برأيك؟ والله يا أستاذي العزيز، مع استمرار الإفلات من العقاب العراق لن يستقر. هذا ما صرحت به اليونامي في العراق، وهذا التصريح طبعا مستند على بيانات وحقائق وتقييم عام للوضع الخطير والمتردي. الوضع متردي لأن ليس هناك عقاب، ظاهرة الإفلات من العقاب نشوفها تزداد يوم بعد يوم. مع ذلك السفير الأمريكي صرح قبل فترة قصيرة، قبل أيام، أن الجانب العراقي أكد أنه قادر على محاسبة المتسببين بالاغتيالات والقتل ومتسببي العنف، ونحن نرحب بهذا القرار وندعمه. هذا التصريح اجى بعد زيارة مصطفى الكاظمي الى واشنطن، ونحن طبعا نتساءل هل هذا الكلام فعلا جاد، هل راح نشوف اي شيء على ارض الواقع؟ للاسف ما راح نشوف، لانه اليوم تم الاعتداء على احد متظاهري ذي قار اللي اسمه صلاح الزيدي، وبعد ما تم الاعتداء عليه بشكل وحشي تم اعتقاله والتاق تهمة كيدية 4 إرهاب عليه. يعني هناك تطور نوعي إن صح التعبير في طرق استهداف الناشطين، بعد استخدام كما تعلمين كان هناك استخدام للكواتم، بمعنى أنه هناك يعني محاولة كان لإخفاء الجريمة، لكن الآن أصبحت الميليشيات تستخدم القنابل. ما الذي يعنيه هذا؟ ليس فقط القنابل يا سيدي، تقرير الأمم المتحدة الأخير حول الاعتداءات في السجون كذلك. يعني نشوف هذه الاعتداءات تتركز أكثر على الناشطين والمتظاهرين وغيرهم من الأصوات الحرة. فماذا يعني؟ يعني أنه ليس هناك دولة. باختصار احنا نعيش في فوضى اللا دولة يا سيدي. نعم، يعني هناك من المفترض أن يكون القانون قد ضمن للمتظاهرين وللمواطن العراقي حق التعبير برأيك، أو برأيه عفوا، ألم ينص الدستور الذي كتب بعد الاحتلال على حق المواطن في حرية التعبير هذه؟ يعني بماذا تفسرين تزايد الاعتقالات جراء الكتابة والتدوين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما الذي تخشاه الحكومة؟ سيد، الدستور أصبح أشبه ما يسمى بحبر على ورق، يطبقون ما يشاءون من عنده والباقي يتغاضون عنه، لأن الدولة باختصار في يد الأحزاب وميليشياتها. فأعتقد يعني يمكن الحكومة نفسها، واللي هي يمكن مصطفى الكاظمي بحد ذاته ما يستطيع يغير شيء إن كان فعلا جاد في رغبته بالتغيير، بس للأسف إحنا ما نشوف أي جدية من طرفه. هناك سؤال يطرح نفسه سيدة شمس، يعني مصير عشرات الناشطين لا يزال مجهولا بعد اعتقالهم من قبل القوات الأمنية والميليشيات، لماذا برأيك تلجأ الحكومة وميليشياتها لهذه الأساليب رغم علمها أنها هذه الأساليب مجرمة دوليا؟ لأنها بصراحة تستطيع، مثل ما ذكرت قبل قليل بعد زيارة الكاظمي لواشنطن، كان هذا التصريح اللي قريته قبل شوية. يعني ماكو ضغط دولي جاد على الحكومة العراقية لإنهاء الإفلات من العقاب. يعني الأمريكيين ما لازم يفهمون إن الدعم العسكري لن يبني شراكة حقيقية مع العراقيين، وأن السبيل الوحيد لمساعدة العراق هو دعم حكومة قوية وترسيخ العدالة وحكم القانون. بس إحنا ما نشوف هذه البوادر، إحنا نشوف أنهم مستمرين على نفس الخط، ولهذا نحاول نضغط على الرأي الدولي بأنه يغير هذا المسار. نعم، إذن كنت ضيفتنا عبر الهاتف من كوبنهاغن الناشطة السياسية شمس بشير، شكرا جزيلا لك.